افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدين فعاليات الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. يشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الفيلمين الوثائقيين الحدود وأصداء. ويقدم المهرجان 19 عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وتشمل العروض الأفريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك. والحقيقة كمان حتى المحتوى يعني مميز جدا جدا على الرغم من كل الاحداث اللي بتتم. طبعا هذا المهرجان عريق وتاريخه 23 سنه النهارده في عمره، يعني دايما بيبقى في شيء جديد. السنه دي الحقيقه مهم جدا احتفاء المهرجان بمئويه اكتشاف مقبره توت عنخ امون، والحقيقه تم بذل مجهود كبير جدا جدا من القائمين على المهرجان، الاستاذه زينب والاستاذ سعد. الحقيقه دوره 23 لو هنتكلم عن عدد الافلام في المسابقة الرسمية حوالي 56 فيلم، ده زائد أفلام تانية في برامج موازية، كله يجمل الإجمالي يمكن 107 فيلم من 31 دولة من مختلف يعني دول العالم. أفلام متنوعة جدا ما بين تسجيلية طويلة وقصيرة، أفلام رؤية قصيرة، أفلام تحريك، كل أنواع التحريك، أنيميشن.